ضمن مبادرات هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، تم استحداث مواقع جميع التبرعات أو مواقع جمع التبرعات المتنقلة لدعم حملة رمضان كن لتغيير في رمضان، بالتنسيق مع الجهات المعنية بدبي من خلال توفير باص من مواصلات الإمارات في سيتي ووك والأمير ولاست إكزيت، وتغذيته بموقع جمع التبرعات النقدية ودعمه بملصق QR الإلكتروني لدخول صفحة التبرعات الخاصة بهذه بالهلال الأحمر الإماراتي. هذا ودعت الهيئة أصحاب الأيادي البيضاء من كبار المحسنين والمانحين من الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة دعم حملة رمضان عبر منصات التبرع في دبي بعدد 26 موقعا منتشر في إمارة دبي، وأيضا موقع إلكتروني لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي. نحن اليوم ضمن حملة الهلال الأحمر الإماراتي 2021 لحملة رمضان، تم استحداث مواقع جمع التبرعات المتنقلة، وشكر كل الشكر لإدارة مواصلات الإمارات اللي هي تحتنا باص، عطتنا فرصة باص، منحتنا هذه الفرصة أن نحط فيها موقع جمع التبرعات، وشاكرين كل الشكر أيضا لإدارة سيتي ووك وإدارة الأمير وأيضا لاست إكزيت الخوانيج. نحن هذه مواقع مستحدثة فيها مندوب موجود ايضا بالتنسيق مع اخواننا المتطوعين المنتسبين لهيئه الهلال الاحمر الاماراتي، متواجدين كمتطوعين وكايضا مناديب جمع التبرعات. عندنا اللوجو ايضا اللي هو الكيو ار بالامكان المتبرع بحكم الاجراءات الاحترازيه انه يسوي سكان على من الجهاز الخاص المحمول الموبايل يعني، ويدخل على لوحه او صفحه التبرع بامكانه التبرع.